إسام عبدالله was killed on Friday, October 13th. ب 13/1/2023 قتلت إسرائيل المصور الصحفي عصام عبدالله بجريمة ضد مجموعة من الصحفيين بعلم الشعب. كيف ارتكبت إسرائيل هالجريمة ولشو توصلت التحقيقات؟ وقت انقتل عصام في 6 صحفيين تانيين انصابوا بس نجيوا وقدروا يقدموا شهاداتهم ويوثقوا هيدي الجريمة. وفي 6 تحقيقات قامت فيها اليونيفيل و5 منظمات حقوقية وإعلامية، هي رويترز، AFP، مراسلون بلا حدود، أمنستي وهيومن رايتس واتش، حققت على مدار السنة الماضية بهالجريمة ووصلت للخلاصات التالية. 1. القاتل هي إسرائيل. الأزفتان اللي استهدفوا المكان من عيار 120 مليمتر من صناعة إسرائيلية، وما في غير دبابات إسرائيلية قادرة تطلق هيك نوع من الأزايف. وقبل أقل من دقيقة من الاستهداف كانت دبابات إسرائيلية عم تقصف الأراضي اللبنانية من مواقع حدودية من حنيطة لجرديح. That same tank fired again straight across the valley. 2. ما صار اشتباكات بمكان الاستهداف. تواجد الصحفيين بالمكان اللي استهدفوا فيه لساعة تقريباً قبل الضربة، والمنطقة ما تم استهدافها قبل ولا طلع منها أي عمل عسكري أو مسلح. أصلاً المكان المستهدف ما ممكن استخدامه عسكرياً لأنه مكشوف ومفتوح، وانحسم أنه ما تسجل فيه أي اشتباك أو تبادل لإطلاق النار. 3. استهداف الصحفيين كان متعمد. قبل الاستهداف حامت هليكوبتر عسكرية ومسيرة إسرائيلية فوق الصحفيين لأكثر من 40 دقيقة ورصدتهم، ورغم أن الصحفيين كانوا لابسين كل الإشارات اللازمة للتعريف عن أنفسهم كصحفيين، استهدفتهم إسرائيل بقذيفتين مش وحدة فصلت بيناتهم 37 ثانية بس. وكشفت التحقيقات أن جيش الاحتلال استهدفهم كمان ب50 طلقة من رشاش تقيل. من نتائج هذه الخلاصات أنه إسرائيل ارتكبت بعلم الشعب جريمة حرب، محاسبتها ممكنة دولياً، بس الدولة اللبنانية تراجعت عن حقها بمقاضاة إسرائيل قدام المحكمة الجنائية الدولية، يمكن لأنه السلطة خافت من أنه هيدي المحكمة تحقق بجرائم تانية صارت بلبنان، أو تراجعت خوفاً من ضغوط دولية تمارست عليها. بالمقابل فتحت 11 منظمة دولية باب المحاسبة الدولية لإسرائيل من خلال مراسلة اللجنة الأممية بفلسطين وإسرائيل للتحقيق بجريمة قتل عصام وغيره من الصحفيين بلبنان وغزة والضفة. بسنة قتلت إسرائيل عصام عبدالله و5 صحفيين غيره بلبنان، فرح عمر، ربيع المعماري، حسين عقيل، هادي السيد وكامل كركة. 6 شهداء من الصحفيين، زملائهم وأهلهم ناطرين عدالة ومحاسبة من قاتل صار معروف.